أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد العزيز يقول: عندي أخ لا يصلي ولا يصوم، هل أصله وما واجبي نحوه؟ الذي لا يصلي ولا يصوم هذا ليس بمسلم، الذي لا يصلي هذا ليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال تعالى: ما سلككم في سقر، يعني النار، ويعني الكفار الذين دخلوا النار، قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. تارك الصلاة متعمدا كافر، كفرا يخرجه من الملة. وتارك الزكاة إذا كان جاحدا لوجوبها فإنه يكفر أيضا، ما إن كان بخلا بها مع اعترافه بوجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا ويلزم بدفعها، لأنها حق للمساكين، للفقراء والمساكين، تؤخذ منه قهرا وتوضع في مواضعها الشرعية ولا يترك، لا يزكي. نعم.